اعرف عليك. وائل الاستاذ حامد. وائل انت بتمتحن النهارده ماده ايه؟ قانون مدني ترم رابع. وايه الاخبار؟ اه نص حلو ونص وحش يعني في اسئله حلوه والاجابه مش مباشره. الاجابه مباشره الاسئله. الاسئله من منهج؟ اه فيها صعوبه ولا حاجه؟ لا في اسئله يعني ايه فيها مقارنه وصعوبه زي ما الدكتور قال. الدكتور قال وجابه. شكرا ليك. السلام عليكم. بتمتحن ايه مادتين النهارده؟ مدني. ايه الاخبار؟ الماده عامله ايه؟ كويس الحمد لله. قابلتك اي صعوبات؟ لا مش صعوبات. شكرا. بس هي في سؤال كان في سؤال يعني طويل حوالي شامل حوالي تلت المنهج حاجه زي كده. شامل ايه؟ تلت المنهج. والدكتور عامه قال لي هيجي سؤال مقارنه، بس سؤال المقارنه ده اكبر الطالب ان هو يختار ايه سؤالين. يعني كان هو ثلاث اسئله في المدني اختار منهم اثنين. النهارده رابع يوم، حسيت ان الحاجه اللي فاتت عامله ايه؟ لا انا بالنسبه لي اول يوم. اول يوم بالنسبه لك. شكرا ليك. كان عليكم امتحان النهارده؟ امتحان مسجل. عايز تزعل تخطيط اعلامي. ايه امتحان ايه؟ تخطيط اعلامي. امتحان ولا لسه؟ الامتحان جه سهل ولا صعب؟ يعني وصل مستوى الطالب يعني في مستوى الطالب المذاكر قوي ولا لا؟ في مستوى الطالب المتوسط. كانت في اي مشاكل النهارده في الامتحان؟ الامتحان بجد النهارده كان جاي وحش، كان جاي مليان. كان عليك امتحان ايه؟ النهارده كان عليا، بسم الله الرحمن الرحيم، كان عليا النهارده تخطيط اعلامي. كان ايه اللي وحش فيه؟ اسئله طويله، اسئله طويله اطول من اللازم، اطول من اللازم، عاوزه على الاقل 3 ساعات ونص 4 ساعات. وكل سؤال يتطرف لكذا نقطه وكذا وكذا حل كذا بتاع. يعني المجموعه الاولى كانت 3 ارباع الوقت كله كده، 3 ارباع الوقت. وبيقولوا بعد كده بقى ايه العيب على الطلبه والكسل، وش الكسل، الطلبه مش بتذاكر، الطلبه مش بتجتهد وبتتعمل. في النهايه ايه احنا مش عارفين اولا ايه، الاسئله كلها جايه بطريقه صعبه جدا. شوف صعبه للطلبه. ايه الاخبار؟ المواد عامله ايه النهارده؟ المواد كانت جميله قوي الحمد لله. الامتحان جاي مستوى حلو؟ اه جميل، احسن من الاول بكتير. النهارده كان عندي امتحان تخطيط اعلامي. ايه الاخبار؟ كان مستوى ايه الامتحان؟ اعتقد ان هو في مستوى الطالب المتوسط، يعني امتحان عادي يتحل بسهوله، يعني خصوصا ان في جزء صح وغلط، الجزء الثاني مقالي متنوع ما بين مختلف اصول الماده، يعني يتحل بسهوله اعتقد. تعرف عليك؟ محمد الحلواني. الامتحان كان ايه النهارده؟ ترم تخطيط اعلامي ترم خامس، والامتحان جاي طويل جدا واسئله صعبه جدا، وعايز يعني اسئله ثلاث اسئله مقاليه وصح وغلط، صح وغلط برضه لافف، الامتحان جاي صعب بصراحه مش سهل. تعرف عليكي؟ ايمان محمد. الامتحان كان مستوى ايه بالنسبه لك؟ ده كان سمع بصريه ترم ثاني، سوري الترم الاول. الامتحان كان حلو جدا الحمد لله، يعني كان اسئله متكرره اصلا، يعني مراحل الانتاج الاداري ده كان متكرر في كل سنه اصلا بيجيبها، والسؤال الثاني برده كان حلو جدا. شكرا ليك كتير. تعرف عليكي؟ امتحانته ايه النهارده؟ يعني مش باين عليكي. الماده كانت عامله ايه معاكي؟ كانت حلوه، يعني امتحان جاي سهل وكده. تعرف عليكي؟ الدنيا عصام. امتحنتي ايه النهارده؟ تخطيط اعلامي. تخطيط اعلامي؟ الامتحان كان جاي ازاي؟ كان كويس. مستوى الطالب العادي ولا؟ لا كويس الحمد لله. في اسئله صعبه في الامتحان؟ لا مش اسئله. كان طويل ولا صغير؟ لا كان عادي، ما كانش طويل ولا حلو. الامتحان عامل ايه؟ لا مش قوي. ازاي اسئله ايه صعبه ولا؟ صعبه محوره كده. كانوا كام سؤال هم؟ اثنين. اعرف عليكي؟ يا رب. بعد الامتحان كان عامل معاك ايه النهارده؟ كان اسمه حاجه المساوي برضه. امتحان ايه هو؟ تشريعات. تشريعات؟ تشريعات. شكرا لك.